الواد ده زي ما احنا شايفين كده مصاب بديدان الشمع. ليه؟ لانه اتساب في خليه فاضيه او كثافتها منخفضه، فالنحل مش عليها، فراحت عليه ديدان الشمع او فرش الشمع، حط عليه البيض، وزي ما احنا شايفين كده هجمته ديدان الشمع. وده شكل الاصابه بديدان الشمع على البراويز، خاصه البراويز القديمه. ده شكل الاصابه، ده شكل الاصابه. اصبح البرواز غير صالح لشغل النحل. ولو احنا ملاحظين ادي شكل اليرقات، ادي اليرقات معانا اهي كتيره، دي اليرقات طبعا بعد شويه هتتعذر وتعمل لي فراشات وتعيد دوره الحياه. عشان كده بنقول دايما ما نخليش براويز زايده عن حشد النحل داخل الخلايا، ولو عندي براويز احفظها بعيد من النحل عشان خاطر فراشه الشمع ما تاكلهاش. يبقى كده البرواز ده اصبح غير قابل للاستخدام تاني، هو اصلا كده كده برواز قديم ومصاب، يعني الاثنين مع بعض. يعني حتى لو مش مصاب المفترض انه يطلع كفايه كده في الخليه، لانه ده هينتج عنه عسل غامق. يبقى كده المفترض ده نتخلص منه خالص، نسيحه. المهم ما يبقاش في المنحل وما يبقاش جنب الخلايا عشان ما يبقاش مصدر ان هو يعدي الخلايا الثانيه.